تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم واحد المباراة ما بين العريش الأساتذة التربية البدنية من طنجة. عندنا موعد جاء إن شاء الله، كنشكرهم ولبوا هذه الرغبة هذه وهذه المباراة اللي دازت في الروح الرياضية. ومسائل كاين فيها كرة، كاين فيها التمريرات، كاين فيها القذافات، كاين يعني التسجيلات، كان انسجام ما بين الفريق ديال العريش اللي كيدربوا بيناتهم، راه عندهم اسبوعيا كيدربوا بيناتهم، يعني باش يعطيو لهاد النتيجة هذه وراه انتصروا. وهذه مباراة حبية، يعني مثلا إن شاء الله عاود غادي ندير معاهم شي موعد آخر باش نمشيو عندهم. وهذه المباراة كتشتي مباراة كانت زعما شوية قتالية فيها، فيها شوية ديال الخشوع. يعني اللي خصني يعرف الجمهور المتتبع هو أن هذه المقابلة هذه كتدخل تحت البرنامج السنوي ديال نجم العرائش من أجل إحياء يعني صلة الرحم بين اللاعبين القدماء إلى آخره. دابا بغينا نحيو زعما هذيك علاش عاود سميتو، وان شاء الله غنديروا حتى التكريمات اللي غادي يكون ان شاء الله ماشي التكريمات للاخوان، وغنجيبوا فرق اخرين. يعني كنا من الجيش الملكي، راه درنا الجيش راه جاو لهنا، ودرنا المنتخب ديال الشمال مع ديال الجنوب. نطلب الله باش نرجعوا لذاك العام عاود نعاودوا هذه المسائل هذه اللي كاينه دابا، وان شاء الله غتعاود باش ندير عصير مباراه حبيه شي اخ عاود نكرموه ان شاء الله. راه موجودين الناس، راه شادين، راه دايرين البرنامج ديالهم. نعم، وبالاضافه الى ذلك يعني اعاده الاعتبار ديال التاريخ الرياضي ديال نجم العرائش، احياء الممارسه الرياضيه باستقطاب الشباب. يعني في الفتره دابا بالنسبه لكم شنو كتقول على البرنامج ديالكم الرياضي السنوي الخاص بالنادي لتنمية ممارسة الكرة الصغيرة؟ دابا حنا كان يعني هاد الفرقة هادي ديال نجم العرائش اللي وقفت شوية دابا يمكن غترجع باش عاود نشوفو الفئات كاملين، خصنا الشباب يعني فئة الكتاكيت، الفتيان، الشبان، فهمتي، خصنا كامل الفئات يكون، وغندخلو إن شاء الله تفريق ديال البنات. علاش راه عندنا دابا الحمد لله هاد القاعة هادي راه غتفتح بزاف ديال البيبان، يعني غتفتح بزاف ديال الافاق لهاد سميتو كرة السلة العرائش، وراه غتشهر بزاف. وراه دابا نهار المباراة كتعرف القاعة كتكون مملوءة، يعني العرائش راه معروفة بالجمهور ديالها كيشجع، فهمتي، دايما كيحضر، دايما كيشجع وكيتبع، حتى اللي كانت الفرقة غادي برا كيسمع. وحنا هاد المباراة هادي، هاد المباراة اليوم راه الحمد لله غادي نحيو هاد الاخوان، كاين اللي كيعرف صاحبو. انا شفت واحد السيد ما شفتوش مع 30 عام ولا 15 عام، واليوم تلاقيتو في هاد المباراة هادي، كان حكام وكنشكروهم على هاد التلبية اللي داروا لنا مسكين، وهاد التروس، هاد المسافة اللي جاو بها وجاو للعرايش، وكنشكروهم بزاف.